السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي قناة جزائري في إسبانيا أينما كنتم. اليوم جرتكم في فيديو جديد، ولكن كالعادة قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع نتمنى منكم تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أريد الاعتذار إلى كل متابعي قناتي بسبب هذا الانقطاع الذي طال لمدة فوق 3 أشهر، ولكن ها أنا قد عدت لكم، وطبعا بمواضيع جديدة ورائعة ومغرية، وبإذن الله سيستفيد منها كل من هو مهتم بالهجرة إلى أي دولة أوروبية. سبق أن تكلمت وقلت أن لدي المفتاح، وهذا المفتاح الذي يخول لكل مهاجر الحصول على الإقامة والعمل والسكن. حقيقة أنا مندهش، وفي نفس الوقت هناك العديد من المشاعر المتضاربة التي أخفيها داخل صدري، نظرا لأن هناك العديد من اليوتيوبرز وهم يبثون وينشرون في مواضيع تافهة وليس لها قيمة ولا أساس لها من الصحة، بغض النظر طبعا إذا كان هؤلاء الناس يهتمون بالنقد أو المدح. لكن أريد أن أقول لكم أني والله أسعى دائما إلى أن آتي لكم بمواضيع تكون موثوقة ومن مصادر ومواقع رسمية وموثقة من الدول الأوروبية. لا أسعى طبعا إلى زيادة المشاهدات أو الاحتيال، ولو كنت كذلك لكنت من أولئك اليوتيوبرز الذين يبثون كل يوم 2 أو 3 فيديوهات، طبعا بداعي انتشار فيديوهاتهم وبداعي الربح وكثرة المشاركات والمشاهدات. لكن طبعا أنا لا أسعى إلى هذا كله، وطبعا أنا من أولئك الناس الناقدين والناقدين بشدة، وهذا واضح في لهجتي وفي فيديوهاتي، طبعا أني من أولئك الناس المعارضين لهذا الأسلوب أو لهذه الفئة، لأن حقيقة هذه الفئة هي تمد في معلومات مزيفة وغايتها هي الربح، وليس كما قلت أنا وهو مثلي وشعاري طبعا أن أفيد الناس قبل أن أستفيد، وليس مسعاي الربح. وهذه القناة هي ليست مصدر رزقي أو مدخولي الأول، وصدقوني أنا منذ أن أنشأت هذه القناة والله وأقسم بالله أني لم أتقاضى ولو دينار واحد. لن أتكلم عن العملات الصعبة طبعا الدولار واليورو والإسترليني، لكن المهم هو أن تستفيد الناس التي تتابعني، وأنا أحمد الله عز وجل بهذه الفئة القليلة وأنا مقتنع بها طبعا، التي دائما تراسلني وتدعمني وتسألني وتلجأ إلي في العديد من المواضيع. قلت لكم مرارا وتكرارا يا إخواني ويا أخواتي، المفتاح أمامكم لكل من يريد الدراسة في أوروبا، لكل من يريد الحصول على فيزا بغض النظر إن كانت طبية أو سياحية أو فيزا لبداعي العمل أو أي شيء آخر، لكل من يريد الإقامة الأوروبية في مدة زمنية قصيرة وقصيرة جدا مع العمل ومع السكن. هذا طبعا أمر وموضوع مغري، وأشكر كل الناس التي تتفاعل معي وكل الناس التي تمدني بالطاقة الإيجابية. حقيقة أنا أيضا أتفاءل خيرا، وأنا دائما ما أريد أولئك الناس الذين يسعون للنجاح وأولئك الناس الذين يسعون إلى تغيير وتطوير حياتهم وإلى تطوير مستقبلهم. حقيقة هناك 3 أشياء، الإنسان عندما يكبر، عندما يتعلم، عندما طبعا عندما يمارس ذاك الشيء، أو بالأحرى والأصح عندما يدخل في صلب التجربة، هنا يتعلم العديد من الأشياء، منها كيفية التعايش، كيفية السفر، كيفية إيجاد العمل، وطبعا هذا بغض النظر عن إتقان اللغة المعينة لتلك الدولة الأوروبية التي يريد هو الإقامة فيها. أنا أنصح كل إنسان وكل مهاجر وكل إنسان يريد القدوم إلى إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى أن يلتزم بهذه النصائح أو بهذه الإرشادات التي دائما 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 ما أحث عليها ودائما ما أقوم ببثها في قناتي. يا إخواني يا أخواتي، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد تكون إمكانياتي بسيطة، قد لا أكون ذلك الإنسان الذي يملك
تلك الكاميرا التي سعرها يفوق 7000 يورو، وقد لا أملك استوديو مهيئ أو مكتب مهيئ أو صالة للتصوير أو إضاءة أو إنارة على مستوى عالي، لكن والحمد لله وهذا بفضل الله ولأنني بإذن الله السميع العليم. ولا تزكوا أنفسكم، ولكني أرى نفسي أني صادق مع متابعيني، وأنا أراكم طبعا متابعين ومشاركين في آرائي وفي تفكيري، وأيضا أنتم هم الناصح والموجه لي وأتعلم منكم. لا أراكم معجبين كما يراكم العديد من اليوتيوبرز الذين فقط يسعون إلى الربح ويسعون إلى جني الأموال الطائلة في مدة زمنية قصيرة. هؤلاء الناس هم يرون أن هذا الشيء هو ربح ومشروع قناة، وليس مشروع لإفادة الناس أو نقطة تحول العديد من المهاجرين وتغيير حياتهم إلى الأفضل ومساعدتهم لإيجاد عمل ولإيجاد فرص عمل ولتغيير الحياة وأسلوب ونمط الحياة من الصفر حتى الدرجة القصوى. لكن أنا يا إخواني ويا أخواتي دائما بابي مفتوح ورابط الفيسبوك الخاص بي مفتوح، وهذه ميزة حقيقة أنا لم أراها في اليوتيوبرز، حتى أنك لا تستطيع التواصل معهم في التعليقات لفيديوهاتهم، فما بالك كيف ستتواصل معهم مباشرة. أنا دائما أبعث رابط الفيسبوك الخاص بي، وأيضا لمن يريد ولمن هو جاد أعطيه الواتساب لكي يسألني ويتصل بي ويشاورني. وأيضا أنا أتعلم طبعا، أنا دائما حتى عندما أتحاور مع الناس أكتشف أشياء جديدة لم أكن أعرفها حقيقة، لأن هذا المجال هو مجال مثل كالعديد من المجالات كالبحر وكالعديد من المجالات والبيئة. هناك دائما كان يوجد خفايا، يوجد أشياء لا نعرفها ولا نعلمها، لكن بحكم التجربة وبحكم الممارسة وبحكم الاطلاع سوف نكتشف العديد من الأشياء. هذا هو العقم الذي يعانيه اليوتيوبرز أو العديد من اليوتيوبرز للأسف طبعا، نظرا لأنهم لا يحاورون الناس ولا يتكلمون مع الناس فهم يجهلون العديد والعديد من المعلومات. الله المستعان يا إخواني، أتمنى منكم مشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة طبعا فضلا وليس أمرا، وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. وأي إنسان لديه أي استفسار أو أي موضوع يريدني أن أتكلم فيه فليراسلني، وأنا بإذن الله السميع العليم سوف أستجيب إلى النداء وسوف أقوم بتنزيل فيديو على هذا الموضوع. وأيضا للناس الجادة التي تريد الحصول على الإقامة في مدة زمنية قصيرة، أنا أقول وأكرر وأعيد لأني أحب لكم الخير، لا أريد أن يذهب شخص أو عائلة أو فتاة أو امرأة أو رجل إلى أوروبا ويقضي أو يضيع سنواته، يضيع سنين من عمره ولا يتحصل على شيء، لا على عمل ولا على إقامة ولا على أي شيء. وطبعا بغض النظر عن أولئك الناس الذين يفقدون أعز ما لديهم مثل الذي يفقد أمه وأباه ولا يستطيع النزول ولا يستطيع حتى أن يراهم قبل اللحظات الأخيرة من دفنهم، حقيقة الأمر مؤسف ومؤسف جدا، ولا أتمناه لعدوي قبل صديقي. وأنتم أحبابي وأصدقائي وإخواني وأخواتي في الله، فأتمنى منكم أن تشاركوا هذا الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن وتستفيد منه الناس إن شاء الله. لم يبقى لي إلا أن أقول لكم ألقاكم إن شاء الله في أقرب فرصة، وإلى اللقاء.